شكلك في الميه لازم اقول لك شكرا، طلعنا اعمالك كبيره ضروري نقول لك برضه. هو نمضة الكشاف، هو الكبير اللي قابل علينا ونحن صغار اللي نحترمه، هو الحلقة المتماسكة. الله يعطي العافية. بعد تحية السلام يا قائد، بحب شكلك كثير، نقدر بارك على الكشاف حقنا إن كان كمعنية ولا بشكل عام، وبحب أقول لك أنا أطمع أنا مشتري بأقرب فرصة نطلع شوفك أكثر. أول شيء يعطيك العافية وجمعية بخير كل ما أنت بخير ونديم أخبارك. من الصعب أن نتخيل مقاصد بدون أمين محمد الدعوة، هذا القلب الطيب للبسمة دائما مرسومة على شفاه، بتقول لمين ما بتشوفه ما تخاف، كله ماشي كله تمام، وخليكم دائما متفائلين بمستقبل المقاصد ومستقبل لبنان رغم كل الصعوبات اللي عم نمر فيها. أستاذ أمين هو القائد اللي بيجمع كتير من صفات القائد الناجح، هو الكشاف المخلص المؤمن الأخلاقي الكشاف، هو الكشاف الذي يحزق الصعاب. نحن بكشافة المقاصد يمكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بوجود هالرئيس، هالرئيس اللي قمي بالتواضع، قمي بالإنسانية، قمي بالعطاء، يلي مهما نوصف مهما نحكي عنه يعني ما نعطيه جزء ولو بسيط من حقه علينا جميعا. شكرا أمين، لأنه فعلا يلي عم تعطينا إياه كل قائد بجمعيتنا بيعرفه لامسه حاسس فيه نقدره، وهيدا الحمد لله دعم قوي وجودك على رأس جمعيتنا. المقاصد بفضلك صارت إلى بر الأمان والحمد لله، كشاف المقاصد بفضل توجيهاتك ومتابعتك عم توصل إلى أعلى المراتب الكشفية بلبنان، وبقدر أقول بالعالم العربي، وبسمح لنفسي كمان أقول بالعالم. هذا كله ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والقوي اللي عم تقدم لنا اياه جمعية المقاصد وعلى رأسها حضرتك. تحية لك أستاذ أمين من قلب كل كشاف، تحية لك من كل قائد.